نقدم منها نفسك للشباب التونسي ما يعرفكش. ما يعرفكش بحكم السيطرة بتاع بن علي. موسف بن سالم، دكتور دكتور دولة، دكتور مهندس في الصناعة الآلية، ودكتور اختصاص فيزياء نظرية، ودكتور دولة رياضيات. بدأت التدريس في الجامعة عمري 23 سنة. كنت رئيس قسم، أسست قسم الرياضيات في صفاقس، وتمديت فيه حتى لين أقصيت منها منها بالحكم لله. كنت أستاذ محاضر زائر في جامعة ميريلاند الأمريكية، مقر في البحوث العلمية في برلين وفي ميتشيغان، وعضو في المركز الدولي للفيزياء النظرية بالرئاسة التابعة للوكالة الدولية للطاقة النظرية منظمة اليونسكو، ومدير بحث علمي في مركز قوم بحث علمي في فرنسا، إلى جانب عدة مسؤوليات أخرى حوالي 10 مسؤوليات. أسسنا نقابة التعليم العالي للبحث العلمي سنة 77، وكنت رئيسها على في 4 دورات، أي 8 سنوات، وأنا رئيس النقابة هذه بعد ما أسستها. وبعدين طلبت من الأخيان باش يعفوني باستقالة، وكانوا شادين في سعي، ولكن استقلت لأنه كنت مرشح باش نكون مدير في اليونسكو. إلا أن وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي قال لي إذا كان تمشي تحب تمشي لليونسكو سكر جامعة صفاقس وجيب لي المفتاح في يدك. أي أني ما نجمش نخرج منها. كنت نخدم في 11 مرة الواجب نتاعي. كان واجبي كأستاذ محاضر 3 ساعات، أنا أخدم في 34 ساعة. المزية الوحيدة اللي عملت علي الوزارة أني خديت دار فصل الكلية على خاطر ما نجمش نمشي من كثرة الأشغال. المفيد سنة 87 وقفت ضمن الإيقافات نتاع الطيار الإسلامي. ضمن إيقافي وقفت مع الطيار الإسلامي. وبقيت في الإيقاف مدة 1.5 عام، وتفاوضت مع بن علي من داخل السجن، ثم خرجت وما تحكمتش. بعدين كيف شفت بن علي بدأ يعمل فيه هكا وهكا، عملت تدخل في الصحافة تصريح قلت فيه تونس من علمانية بورقيبة إلى إرهاب بن علي، وأول ما أول مرة يقال على بن علي إرهابي، وأنا موجود في تونس ما عليش في الخارج. جريدة المنقذ الجزائرية، لأن الجرائد التونسية الكل بعطيهم حتى واحدة منهم شرط الكلام هذا، إلا جريدة تونس. هذا يسمع فيه معناتها. فبعد تلك حكمني ب3 سنين، بقيت 3 سنين كخرجت حطني في إقامة جبرية 8 سنين وشهرين. 8 سنين وشهرين ما نخرجش من داري، ما يدخل لي حتى شيء، ميت بالشر، لا تليفون، لا حتى الفضائيات منعني، نحول لي الصحن نتاع الفضائيات، ممنوع علي. نعم داري في صفاقس حضر الكلية في الجامعة، ما خلوش نعمل حتى شيء. لا انا مش مريض بحفاظ كومبيس المدرسه المهندسيه، يعني اسست كليه العلوم واسست مدرسه المهندسيه نتاع صفاقس، وبعدين ولت ممنوع باش ندخلها. صغاري طردوه منها، ولدي طردوه طرد نهائي قبل ما يتخرج بشهر ونص من الكليه هذه الاساس، هذه الاساس ابوه. الشيء اللي صار فيا ربما ما نجمش احكيه تويكا في بعض دقائق، هذا ظلم اذا نحكي في بعض دقائق، ولكن ان شاء الله تقرا في مذكرتي. عام الاول 2009 طلبتني الجزيره باش نجي في الجزيره مباشر مع احمد بن ابراهيم تو وزير، حطوه هو وقتها مترشح للرئاسة، وتحدثت معه في الجزيرة المباشر، وقلت له كيفاش تعمل الشيء هذا وانت تعرف بن علي والظلم نتاع بن علي، وكان كلامي كاسح. ومن هنا توجهت للشعب التونسي وقلت له يا شعب، اللي يترشح ولا ينتخب راهو عمل شهادة زور، شهادة زور في الدين نتاعنا من الكبائر، فهمت؟ على اثرها هبطت عليا بوسائل نتاع تعذيب، ووسائل نتاع انتقام، ووسائل نتاع تدمير. مشيت على اثرها من غير ما نفسر لكم، دخلوني للسبيطار، سبيطار الافراد حشات في سوسه، وبقيت فيه ثميكا، وجرت عملية وقالوا لي راك مش تموت، القلب نتاعي ما عادش يتحمل حتى شيء، فهمت؟ وانا في المستشفى على وشك الموت، وكلمني فيصل قاسم تاع الاتجاه المعاكس باش عدلني في الاتجاه المعاكس، وهذا شيء يشهد به التاريخ. هذا 2009 عملوا البرك. دكتور انت الى الاحزاب تنتمي؟ انا اسمع شوف، انا تويكا انتمي الى الشعب التونسي، ولكن انتماء حزبي كانتماء حزبي. انا اسست التيار الاسلامي في نوفمبر 70، كان عمري 17 عام. اللي هو الان حركه النهضه، ولكن نعم مش عيب يقولوا حركه النهضه، حركه النهضه راهي شرف في الامه، شرف بالدور. نعم فما معلومه راهو اساسا راهم فسدوها وشوهوها بالضبط، شوهوها دكتور. فهمتني؟ نعم تو يروجوا فيها تو يكدوها، لا ردوا بك دكتور، حربوا فما وتين حربوك، لا لا هو مش حق في راسك الغنوشه، مش فما يروجوا فيها معناها مش صحيح. دكتور دكتور يتهموا حركه النهضه بانها تتبنى الفكره التفجيري، يعني تطلع في تفجر روحك، هل هذا صحيح وانت مؤسس الحركة؟ من قال هذا هو الذي يفعل ذلك؟ واضح موقفك من راشد الغنوشي. راشد الغنوشي مش موقفي، مش موقفي، راشد الغنوشي، راشد الغنوشي، راشد الغنوشي قال فيه الدكتور مستر فيلالي اللي انا مرشحين، واحنا باش نكون مرشحات نفس الكل، باش نكون رئيس الهيئة المستقلة تو، انسان طيب ياسر، هو ناخذه، هو كان مدير الحزب الحاكم، قال فيه في الوقت اللي حاكموا في راشد الغنوشي 7 سنين، قالت له استفتخر برجل مثقف مثل راشد الغنوشي وممتاز ومفتح.
يلزم هذاك. دكتور يتهموا حركة النهضة أيضا، يتهموا حركة النهضة بأنها لو تسيطر على الحكم نعم. ترجع العباد متدينين بالصيف، يعني تدخلهم كره في الدين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم في فضلك في كفنا فنحن ذلك. هذا كلام هذا مردود عليه. دكتور تنفي أي علاقة لحركة النهضة بتنظيم القاعدة؟ شوف يا أخي العزيز، حركة النهضة تهمها باب سبيق وحرقانة كالطيب للرجل العساس هكا ولا يا ربي يجيبها ان شاء الله نهار مش تعرفوا شيء الحقيقة. ان شاء الله نهار تعرفوا شيء هو مش حكيك من الحقيقة. وقتها كان وزير الداخلية المرحوم عبد الحميد بالشيخ، وباب سبيق جاية قريب الباب الخضراء مش بعيد على باب الخضراء اللي هو أكثر اللي يسكن فيه مطوى من المطوية، وهم المطوى هذول مشوا الباب السيق باش يحرقوا الوثائق نتاع لجنة تنسيق الحزب، لأن كانت وثائق نتاع استخبارات مش وثائق نتاع حزب. حرقوا الوثائق وهربوا، كي جو جماعة الحزب حرقوا الراجل، حرقوا الراجل الموجود ثميكا وحطوها في النهضة باش يشوهوا بها النهضة. ها تو مش يجي شكون يشهد، شكون حرق باسمه، شكون كيفاش عمل، كيفاش دار، ها تو يجيك ما تخافوش. ان شاء الله الباب الخضراء وشاهد على باش عمل ساعة بعدين سي عبد الحميد بالشيخ جاء ضد هكا الشيء هذاك، جاء ضد انه الحزب يعمل الشيء هذا، جاء ضد السيناريو اللي عملوه. وين النتيجة الصحفية عبد الحميد بالشيخ؟ وين هو؟ وبعدين كي روح اش عملوا له؟ لا لا 5 فريق قتلوه فيزا، طلق عليه فيزا، قتلوه مسكين. ايوه دكتور مستقر في تونس او في اسلام لا تو معاكم هنا، جيت من السواق تو عندي 15 يوم ما دخلتش داري حتى دبشي هذا نبات فيه ونوض فيه عندي 15 يوم. دكتور كان تحكي لنا شويه تعرف الشباب التونسي بحركة النهضة. لا تو احنا لا حتى شوف شوف يا اخي لا تويك احنا تفهمنا انه فعلا المسيرة هذه لا للحزبية صحيح. لا ماناش ماخذين النهضة كحزب، نحضر النهضة كحركة. اسمع يا شوف اسمع اسمع نهار تلي ان شاء الله، نهار تلي ان شاء الله تكمل ويكمل نصر، وكل حركه مش تعرف بروحها ولا مش تعمل تشير تصير ندوه صحفيه وتخدم برنامجها وان شاء الله تو تسمع. احنا ماناش نحكوا على البرنامج على افكار اسمعني اسمعني انا ارفض ذلك، ارفض ذلك حتى ولو على نفسي والله استغفر الله. انا اعتبر نفسي انا اخطات وقت جيت نعرف بروحي شكون انا، انا ماذا بين الناس كله خيانه توانسه كيف كيف على قدم على قدم الواحد كدكتور كل عامل اليوم واضح حابين نعرفوه كيف كيف على خاطر على حتى علي انا قلت لك الله يبارك هذاك وربي يبارك فيكم وربي ينصرنا ان شاء الله. اسمعوني اسمعوني ما تخافوش، راهو شعبنا فيه رجال لكن رجال كذهب في قاع البحر مش تطف على البحر، اللي تطف على البحر كان الجيف كانوا جيفوا تفعل على البحر. يعني نحن الدكتور نتاعنا مأسسي عن مؤسسات اسرائيل من بدايه اسرائيل الطاولة. يعني اسرائيل هي اللي يعني الطاوله الطاوله اللي تكتب عليها الاستقلال نتاعنا واللي كتبها الاستاذ شمامه اللي البيرو نتاعها في ناش سان دوني في باريس واللي هو اسرائيلي. الطاوله ما زالت موجوده في البيرو نتاعه لحد الان متر على متر هكا، واللي كتبها مانديس فرانس وسيسي الحوراني مش بورقيبه ومش تونسي مش عارف. يعني اسرائيل هي اللي اسست لنا النظام نتاعنا. ونقول لكم الشروط شنو هي؟ الشروط اللي شرطها من ديس فرنسا على تونس على بورقيبه بالله ما نضيعوش مش نضيعوا برشا وقت ما خلقوا لها فيزا شرط عليه حريه المراه على النمط الغربي، شرط عليه غلق جامع الزيتون اللي فرنسا ما نجمش تغلق جامع الزيتون، شرط عليه المفهوم الشرق اوسطي هذه ما تعرفوهاش. قبل ما كانش قبل ما كانش ثم شرق اوسط، ما نقولش شرق اوسط نقول المنطقه العربيه، حبوا يبدلوها باسم الشرق الاوسط باش تولي فيها اسرائيل اللي ثم دوله غير عربيه موجوده ثميك الشرق الاوسط فهمني ولا وقتها اسرائيل عمرها 8 سنين برك. يعني اتهام البرقيبة بالعمالة. نعم بالطبع خطابه بالطبع في أريحة خطابه في أريحة هذاك أوضح. زوجة برقيبة الفرنسوية مفيدة برقيبة مفيدة برقيبة عندها إنسان يخدم معاها في دارها في بلفيدير. الرجل هذايا في الحج تلقيت أنا في الحج عام 81 كي شافني وعرفني قال لي عندي سر عظيم مش نعطيه لك، راه عطيتوني المرحومة مفيدة مش نعطيك لك أنت أمر ما طلعوا بعد ما مت برقيبة. قلت له أعطيني السر هذا، قال لي بورقيبة راهو أصله يهودي وراهو أصله من طرابلس وراهو يكره الإسلام ويكره العروبة أصله يهودي. إيه وقال لي راهو هذية من عند مفيدة بورقيبة مرته، وقال راهي مفيدة مفيدة بورقيبة مفيدة مفيدة فرنساوية. قالت راني أنا كي دخلت تونس باش نولي رئيس دولة رئيس مرت رئيس أعلنت على الإسلام وأنا راني مسيحية معنيش مسلمة، ولكن بعد ما طلقني وعرفت شنو الإسلام الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعني الله أكبر مسلم. أي نعم وراهو بورقيبة عدو للشعب التونسي وراهو يتمسخر على الشعب التونسي، ردوا بالكم منها. الرجل هذا قال لي عندي الوثيقه اللي كتبتها بيدي اجي خذها، اعطاني في القهوه جيت نلقاه الله يرحمه توفى الله يرحمه. استنى خليني نكمل لك. انا كي مشيت نقرا في باريس عام 74 بعد ما كملت دراستي من تونس من هنا ناقص السنه الثالثه ابتدائي في فرنسا عندهم نص
يقروا فيه نص، يقروا فيه السنة الثالثة ابتدائي في الكتاب نتاعهم، كاتبوا بورقيبة العنوان نتاعو سي جي تي. لو كنت اش يقول فيه؟ يقول اه لو كنت من فرنسيين، اه لو كنت من أم فرنسية، اه لو على الأقل كنت من جدة فرنسية. هذه ولا رئيس تونس؟ هو علماني يعني تحديدا كالك يا عمر الشيخ دكتور، يعني انت تتهم ان حكومة بورقيبة حكومة يهودية، حكومة بن علي امتداد لها، والحكومة اللي شدتنا توا زاد امتداد لها. اسمعني، ثم مفكر انجليزي من لوردات الانجليز عام 20 قال سنجعل من تونس سنجعل نموذج في تغريب العربي المسلم. الرجل العربي المسلم رجل غربي مش اسلامي عربي. فرنسا 76 سنة تحكم في تونس ما نجمتش. بورقيبة نجم. اللهم وتم النور هو الاخر هيك. اي سنة بورقيبة غرب الشعب التونسي، غرب في الإدارة في كل شيء، عمل كل شيء تغريب. الإدارة التونسية كانت بالعربية في عهد فرنسا. إهمال الهوية العربية. جاب بورقيبة رجعها فرنسية. وزباتنا الكل رجعهم بوليسية وحرسكهم مع الشيخ. خلى وزارتين برك تخدم بالعربي هي العدل والداخلية. بقية الوزارات الكل رجعها فرنسية. استنى خليك منك. بورقيبة غرب الشعب التونسي. بن علي جاء ليس ليغرب الشعب التونسي، إنما ليصاهي أنا الشعب التونسي. ولكن ما نجحش الحمد لله. وقت اللي وصلت السكين جرحنا بورقيبة ما وصلش العظم. جاء بن علي كمل الجرح وصل العظم هنا فرنا عليه. دكتور، موقفك من استقبال ملك السعودية نزل الحرمين الشريفين بالأصح، مش خادم الحرمين الشريفين، من استقبال الرئيس زين الكافرين بن علي؟ هو مش رئيس، هو مش أمير السعودية، هو ممثل الفكر الصهيوني وممثل أمريكا. يعني تأكد القول يقولوا آل يهود السعود. بالرغم من الرجل هذا عمل معي كلم بن علي قال له سيبه راه مش جاي قري في السعوديه وانا اعطيه، وبعث لي ورقه طايره انا وزوجتي وعمل وتدخل معايا تدخل كبير، وكلمني في التليفون النائب نتاعو قال لي راه حضرت النار وكذا وكذا. بالرغم من هذا اقوله صراحه، رغم الشيء اللي عمله معايا من ممتاز جدا جدا جدا، رغم هذا اقول انه عميل وانه لعبه دميه في يد الصهاينه. من الحكومات العربية شكون نعرف الحكومة العربية؟ الحكومات العربية أصلا الحكومات العربية رأيي الخاص، عندنا حكومة واحدة وطنية بيتم عليها كلمة، رجل واحد وطني بيتم عليها كلمة هو أمير قطر. فعلا بالرغم من أنه عنده قاعدة أمريكية تز فيها، مش هذاك صحيح، لو ماشي هذيك رأي الجزيرة ما صارتش. عمير نعم يقولون آل سعود ينحدرون من عائلة يعني يهودية. اسمع الرجل هذا عمل انقلاب على أبوه، يقولوا عقوق والدين، نجح عقوق والدين، لأن شاف أبوه ماشي في حضارة الغرب. عمل عليه انقلاب باش يكون هو وطني معناها بيئة معنا كريم. دكتور موقفك من تصريحات العائلة اليهودية، لا صحيح. دكتور موقفك من تصريحات القذافي، قول لكم في القذافي شو هو؟ القذافي القذافي جاي يتكلم على بن علي وعلى الشعب التونسي، جاي يتكلم باش يبرهن على حاجة هي مسلمة من عند الشعب التونسي معروفة، إلا هو مجنون. مجنون. كركرة الفيسبوك مسمينه دكتور في الفيسبوك. رجع عنده توا 42 سنة في الحكم. ما ترجعش هو، ولده تراجع. ولده تراجع. تضغط عليه الغنوش. ولده تضغط عليه الغنوش باش تراجع. لا 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 مش كذب على الغنوش. كذب على الغنوش. سيف سيف كذب قال افتراء وكذب. سيف سيف. قال كلمة سيف. سيف مشى هبط في الجريدة نتاع سبوه. شكرا لكم، شكرا لكم. دكتور نشكروك وشكرا للشعب التونسي. واصل واصل في التدوين، واصل ان شاء الله. دكتور انا راني محروم من الانترنت، خلصتها عامين كاملين خالصه ما تعدتليش حتى نهير برك. دكتور احنا نوصلك صوتك، دكتور اولادك يوصلوك صوتك يا دكتور. خلي يصلي ويرجع، خلي يصلي.